حلو سوبر. انا اليوم كتير مبسوط لان انا وماما وبابا رايحين نشتري اغراض المدرسة. فاذا انتم مبسوطين اعملوا كتير بقى كده هيدا الفيديو. فيديو زي اول يوم، رح يكون اول يوم مدرسة، رح اعملكم جولة بمدرستي. فاذا كنتوش دي القناة واول مرة بتشوفونا اشتركوا بالقناة، سبسكرايب بالقناة وفعلوا الزر. احبكم. سوبر فاميلي، زعلانين؟ لو شو ما بكون انسوا مشاكلكم وانسوا همومكم لانه انتو سوبر. اذا كنتوا جوا القناه اول مره بتشوفوا اشتركوا سبسكرايب بالقناه وفعلوا الزر. يا هلا يا صباح الخير والحب والتفاؤل. اليوم احلى يوم بحياتنا انا وكيكي. اليوم احلى يوم بحياتنا لانه عرفنا انه خلص فادي رجع على المدرسه. اخذوا القرار انه رح يرجع. هو مبسوط ونحن مبسوط. الحمد لله هو بحب المدرسه كثير ونحن سبب. ايه ايه 100%. فاليوم مشتريات المدرسه لفادي. بدي اقول لكم بس قبل، اذا عم تسالوا عن مارفل، مارفل نايم يجوز بس نرجع من المشتريات اذا بقينا عم نكم، اذا بقينا عم نصور الفلوج بتشوفوه. اما ام توني وام كيكي اخذين بريك اليوم بالبيجاما. قال لي انتوا هيك ظاهرين تصوروا برات البيت، خلونا نحن مرتاحين. فهنا عم يحضروا الفلوج، عم يتفرجوا على الفلوج من ورا من ورا عم يتفرجوا علينا من ورا الكاميرا، ما رح يصوروا معنا اليوم. السنه الماضيه عملنا فلوج مشتريات المدرسه لفادي وكان الحساب مفتوح. عملت له مشتريات المدرسه بحساب مفتوح واشترى اللي بده اياه. السنه رح نغير طبعا. شو اللي رح يصير السنه يا بابا؟ السنه رح اعطيك الكريدت كارد تبعيتي، يعني الفيزا تبعيتي، وبتشتري اللي بدك اياه وبتحاسب انت بالاخر. ياي! انما انما ركز كثير منيح. الفيزا فيها مبلغ، يعني فيها مصاري، فيها رقم معين، مزبوط؟ اذا انت اشتريت اغراض اكثر من قد ايه فيها الفيزا ورحت عند المسيو لتحاسب، عند عند الكاشير لتحاسب، وطلعت الفيزا ما فيها كفايه، بدنا نرجع كل الاغراض. لا فانت بدك تعرف، ما بدنا ننقي اشياء كثير، بدك تعرف انت تحدد لشو بحاجه تتشتري. والا اذا وصلنا على الكاشير والكريدت كارد والفيزا ما كفت، بنرجع الاغراض كلها. ما بدي. ها هي اللعبه، هاي شروط اللعبه، هاي شروط المسابقه. اوكي جاهز جاهز جاهز. على مضض، مش راضي بس جاهز. اوكي يلا هلا نروح لكين نشتري لك الاغراض. سوبرز، نحن وصلنا على المكتبه، بس قبل ما ندخل بدي اقول لكم انه ارباح هيدا الفيديو رح نتبرع فيها لعائله عندهم ولد صغير، وهذا الولد بحاجه لقرطاسيه ولحجيات ليدخل على المدرسه، اهله منهم قادرين يامنوا له اياها. فنحن من ارباح هيدا الفيديو رح نتبرع لهيدي العائله ولهيدا الولد كرمال يتامن له كل شيء هو بحاجه له تيدخل اول سنه على المدرسه. نحن ليه دائما بنحب نخبركم هيدي التفاصيل؟ لانه لما بنقول لكم ارباح الفيديو رح نتبرع فيها، اي بمعنى انتم كل شخص منكم، كل سوبر منكم عم يحضر الفيديو يتفاعل مع الفيديو، هو مشارك بيكون بهيدا التبرع. فان شاء الله دائما نحن مع بعضنا كسوبر فاميلي بنقدر نرسم بسمه لو صغيره على وجوه اوقات اشخاص يمكن بيكونوا بحاجه. فادي فادي بابا. اوكي كيكي كيكي ومحمد وراكي تضيع. بابا من هالميله راح على غير محل. توني يلا يلا شو؟ يلا سلمو سلمو اياها هو بايده؟ ايه يلا بتضبها منيح. ضبها منيح اوكي؟ وين ضيعها؟ اوكي جاهز؟ بس بدك تركز، ما فيك تجيب اشياء وبيطلع بالاخر ما فيها ب 100 كار، بدنا ننتبه. يلا روح. فادي اخيرا لقيتك، وين ضيعتك بالمكتبه؟ شو عم تعمل؟ كيكي شو بده ينقي؟ اي لون بدك؟ هيدا التابليه، هيدا بحطه كرمال لما اللي بيلبسها وقت يعمل كولورياج، لما بده يلون، لما يتل ثيابه. يلا شو بدك؟ اي لون بدك؟ وحده بلو وحده رد. وحده بلو وحده رد؟ وحده بلو وحده بيعمل اللي بده اياه. فادي بس بدي اعطيه نصيحه. نقط ايه؟ فادي انت بابا قال لك انه انتبه، فيني 100 للكريدت. مزبوط. اذا بدك تشتري اثنين فيك تشتري اثنين، فيك تشتري ثلاثة، اللي بدك اياه بتجيبه، بس بدك تنتبه قد ايه بالاخر بيكون ذكي. الاثنين بدك اياهم؟
اوكي واحد احمر واحد اسود، خلي له اياهم يلا. شو عم بيصير هون؟ شايف ستيكرز فوتبول ستيكرز برشلونة وشايف كل شيء فوتبول بده وريال مدريد برشلونة وريال مدريد الاثنين. بادي انت مع مين بالفوتبول؟ ريال مدريد وبايرن ميونخ وليفربول برشلونة معهم كلهم انت بتشجعهم كلهم. برافو ما بيزعل حدا. بريك انا وكيكي قعدنا لانه صراحة هيك عم نلف مركضنا وراه وهلا رجعنا وقفنا على ستاند الستيكرز شايف انواع تاني من الستيكرز واقف هلا ضايع عم يحسوا بيحسوا شيء ولا ما في شيء. ايه معقول نوصل على الصندوق مثلا وينه 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 بيق لك 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 وينه لك كيف ضايع لك كيف ضايع شو يا فادي لك 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 شو معك يا بابا كل غرفة بدنا نروح. كيكي وفادي عم بفتشوا على شنط للمدرسة. كيكي ما في شيء عم يعجبها، حتى فادي ما كثير في شيء عم تعجبه، عجبته وحده. شو عجبت؟ صراحة لا ما لقيت شيء ابدا بيزبط لعمره للي نحن بدنا اياه، بفكر بدنا نروح على مطرح ثاني. شو يا بابي؟ حبيت وحده. حبيت وحده انت؟ اي وحده يا بابا؟ هيدي حبيتها يا دادي؟ بس مش واو. شو رأيك نروح نشوف بمكتبة تانية؟ إذا ما لقينا بنرجع بناخدها. عم فسر له إنه كتير كبيرة لعمره. إيه وكبير يا باب، أنت شو بدك فيها هذي بتسيع كتير؟ هذي للكبار. فمنروح على مكتبة تانية، إذا ما في شيء عجبنا بنرجع بناخد هاي. أوكي بابا؟ حبيبي أنت، يلا. هول بابا هول بيحفظوا الحرارة، بس تحبي قلبها مي بتضلها مسقعة. وهيدي كمان اي وهيدي كمان انا انت اي وحده عبالك ليك عندك كتير خيارات كلهم هيدولي خيارات فشوف شو عبالك قرار كتير صعب فادي ما عم يعرف ايه هدول ليه ضايع هالقد انا بدي اياها هيك اطول شو المشكله بايك كل آه. ما فيها شاليمون بده اياها مع شاليمون بدك اياها مع شاليمون ما في بدك اياها مع شاليمون مثل هيدي وتكون كبيره مثل السوداء وما في ايه ما في طب من مطرح ما رح نجيب الشنطة منشوف إذا منلاقي أوكي إذا ما في بنشتريها إذا ما في بنرجع منجيب هيدي أي وحدة السوداء أوكي خلص عظيم شو هاد؟ كل واحد جايب لك شيء هيدي شو؟ تروس؟ بدك إياها؟ جيبها يا بابي حبيبي بس أنا بطل بعرف قد فيها الفيزا صراحة يمكن ما يتفق رح يردها أنت شو جايبة؟ أنا لو قد ما في أحلى تهديد هيدا هيدي شو؟ 50 ماسك؟ منجيبها بس ما بعرف قد ايه بعدني شو عم بتخططوا؟ عم بقول لي مامي رح تكفي الكريدت كارد انتوا اذا ما كفي الدغري خلوا كل شيء وهربوا خلي كل شيء وطلعوا من الباب تا 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 تا. شو يا بابي؟ شو قولك؟ مثلا نخليه شو يا كيكي؟ شو؟ شكلها سحبت اوكي مبروك بابا مبروك دادي تعالوا نجيب اغراض سانتا ايه رح نجيب الاغراض التانيين هلا يلا بس بتقدر انا بفكر ما تقدر هوني يلا هلا بنروح وبنشوف بنجرب ليك فادي كيف غرقان راسه بقلب الكيس بابا في روح اليوم على المدرسه حبيبي انت بكره يا بابي بكره اول يوم مدرسه بكره مبسوط بالاغراض اللي جبتون كثير بعد في اهم شيء يا بابي هلا سانتا وكبير كبيه انيني خلصوا خلصوا الشنط واو كيكي مش بس من هالميله جايز ليكو ليكو لك لحظه لحظه شنط 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 ترجع كمان لهون كمان شنط شنط ايه ضروري شو يا بابا عم تدور على شنطة؟ يلا دور على شنطة تعجبك. هوني يلا شو عم تعمل؟ بدي خبرهم انه 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 ما لقينا شنطة ضمن آلاف الشنط اللي كانوا موجودين بهيداك ال... انتوا بتصدقوا نحن ظهرنا من المكتبة ما لقينا وما جبنا شنطة
لانه بدها ترولي يعني بدها الترولي اللي هي لها دوليب وعجل وبدها حجم وسط. فعنا طلبات معي ليك فادي فادي ليك يا حرام ليك بوقفت للزليل برضه ليا لليل نحن عم جايز جايز ليا لليل ليا لليل. هلا جايين على مكتبي هون تالتي انا هيدي اللي بعرف انه عندها هيدا الباكج على امل نلاقي. وين الشنط يا بابي؟ وين الشنط؟ يا حني هون. اوكي شو في شيء عجبه؟ في شيء عجبك؟ كلهم عجبوك؟ لا يعني عن جد مش قادره اصدق قد ايه صرنا لافين وبارمين ومش عجبنا شيء. هلا صراحه فادي عجبته هيدي سبايدر مان. شو يا فادي؟ بس انا حسيت انه نحن ممكن نلاقي شيء احلى. بعد عنا محل واحد بدنا نروح عليه. أوكي. اخر محل اذا ما لقينا في سانتا نجيبها بنرجع نجي نجيب سبايدر مان. اوكي ديل. ليه عم ترقص؟ ليه عم ترقص؟ واو. اوكي نحن اخيرا لقينا شنطة. اوكي لحظة يا بابيرو هيدي شو هيدي؟ هيدي الفاليو باك. هيدي فيها شنطة ومقلمة ولانش بوكس. واو واو. ممكن نفتحها نشوفها؟ شو عم بيصير؟ عم بيرقصوا؟ مش معقول. ايه وبعد عذاب دام لحوالي بثلاث ساعات عم ندور فيه بس على شنطة. اعتقد انه نحن لقينا طلبنا. بعد ما مش اكيد هلا عم يفتحوا لنا اياها. رح نلقي نظرة سريعة معكم عليها ويشوف فادي كمان اذا رح يعطي الموافقة الكاملة ونرجع نعطيه الفيزا. اوكي انت من هلا عم تقول اوكي بس ما بدي اعطيك الفيزا ونشوف اذا رح تسحب ولا ما رح تسحب. هوني شرف انا اعصابي ما بدي احملني. تعال نشوفها قبل. تعال نشوفها ما نستعجل ما تستعجلوا. تعال نشوفها شو الوضع؟ شو يا بابي؟ واو عم بتحبون؟ اوه بس تبع المي صغيرة يا بابي. اوكي مش مشكلة بناخذ وحدة ثانية اوكي هذا خذها. اوكي واو عجبوك يا بابي؟ عجبتك الشنطة؟ كثير حلوة. شو يا بطل؟ شو؟ يلا اعطيه لنشوف. لا ما بخاف يلا اعطيه. انا عندي ثقة. ما بخاف؟ خلص بابا ما تخاف ادفع. انا عندي ثقة انه رح يقطعوا. زيحي يا كيكي زيحي لشوف اذا رح تسحب. شو يا بابي؟ شو رح تسحب ولا ما رح تسحب؟ قولي لنا اذا سحبت ولا اذا مرفوضة. لا سحبت. مبروك بابا. سوبر نحن رجعنا على البيت وهيدا مارفل. هاي بابا. مثل ما وعدناكم انه رح نرجع ونصور مارفل بيكون قايم من النوم بس مارفل خيري بالغلط كلها تبع فادي. زكي باو 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 باترول باو باو باو. شو يا بابي؟ مبسوط بغراضك؟ جبت كل شيء كان بدك اياه؟ والفيزا قدتك؟ كفت الفيزا ايه؟ واو ياي هاي فايف. طب توني شو؟ عن جد هلا قد ايه كان فيها ليميت؟ ليه عم تسألي؟ يا عم جاوبني. ليه عم تسألي؟ أنت بابي؟ أنت كان في شيء بعد بدك إياه وما جبته لأنه خايف من الليمت؟ لا أنا كثير هيدول بدي إياهم، كل هيدا بدي إياهم. يعني جبت كل شيء بدك إياه؟ خلص هو جاب كل شيء بده إياه. طب جاوبني، قد إيه كان فيها ليمت؟ ليه عم تسألي؟ خير كيكي شو بكي؟ هلا قل لي مزبوط الكريدت كارد كان فيها ليمت؟ ما في فيزا ما فيها ليمت، شو لا بعرف بس إنه أنت مزبوط يعني كنت حاطط فيها ليمت واطية وعايشنا على أعصابنا. معقول يعني هلا ابني رح يشتري غرض مشتريات المدرسة فيها أربع أضعاف اللي دافعوا أكثر، ترك له إياها مفتوحة. أوكي لا زيك طمنتني. ليش طمنتك؟ خلص طمنت أنا. وين الفيزا؟ معي. لا لا فادي وين الفيزا؟ وين الفيزا؟ أعطيني إياها. فادي وين الفيزا؟ ليه مع ماما؟ كيكي تعي لهون. كيكي شو بكي؟ انا عم بلعب لعبه مع ابني، ليش عم تتدخلي؟ كثير عجبتني اللعبه. هيدي اللعبه انا اعطيته لي اياها، انا فتح له اياها، بس انا حبيت حسسه انه لازم يقدر الشغل اللي عم يشتريها. انت شو قلك بالموضوع؟ انت عم تعلمه درس. ايه اكيد. فانا كمان عم بلاقي اتعلم هيدا الدرس معك. انت هلا صرت عرفت. كيكي اعطيني الفيديو لهون. اه الكريدت كارد ما قلت لك هيدا. فين الفيديو؟ فين الفيديو بنحكي بعد؟ ما رح اكل فيديو. كيكي كيكي سوبرز. اوكي هيدا كان الفيديو تبعنا لليوم. ما بعرف اذا اكل ضرب انا هلا كثير كبير من كيكي. يبين على المرايه كيكي. ايه غلطه اني اعطيت هذه الفيزا. بنحبكم كثير. ما وصيتك شوفوا فيديوهاتنا الباقيه.